السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يسرى والهام شاهين يضربوا بعرض الحائط مرة اخرى، وبيثبتوا ان هما فعلا ما عندهمش احساس، وان الاحساس نعمة للي بيحس. قد ايه حال الدلال عبد العزيز وهم كلهم في حفل عيد ميلاد راغب حلامة، وكمان ادلوا بتصريحات غريبة جدا ومثيرة هنعرفها مع بعض، وكمان هنشوف الحالة الصحية للفنانة الجميلة دلال عبد العزيز. الان في البداية نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام. بجد الوسط الفني وسط عفن إلا من رحم ربي، عشان الناس اللي هتيجي تنتقدني وتقول لي انتي وانتي، يا جماعة في حاجة اسمها إحساس. طبعا لما شفنا يسرى وإلهام شاهين وليلى علوي وإناس الدغيدي في الفرح أو في حفل الزفاف بتاع رجل الأعمال الشهير في نفس يوم جنازة المرحوم سمير غانم، الدنيا اتقلبت وقالوا بعد كده المفروض ما كانوش راحوا، وان الواحد لو عنده جار بس حصل عنده حالة وفاة وهو عنده مناسبة ممكن يأجلها تماما. يعني احنا ممكن نأجل مناسبة عشان جارنا حصل عنده وفاة، ولو عملنا المناسبة ما بنعملش اي صوت او نبين معالم من الفرح، مش عشان حاجة، بس لو مش هتواسيني في حزني هتواسيني امتى؟ ولو انت مش حزين عليا بلاش تحسسني انك فرحان. دي حاجات اتربينا عليها وعادات وتقاليد، حتى لو هتشوفوها حاجات هايفة او مش فارقة مع ناس كتير، احنا عندنا ممكن نقفل التلفزيون، ممكن ما نشغلوش، ما نشغلش اغاني. لو معدين على عزة في طريق ممكن نوطي صوت الكاسيت بتاع العربية طبعا، انما ده واحد كان من داخل الوسط وزميلهم وراحوا حضروا حفل الزفاف، ولما انتقدناهم ناس قالوا ده واجب وده واجب، على الرغم ان هو ما كانش واجب مهم، وانهم حتى لو راحوا مش شرط يا يسرى كانت تطلع وترقص وهي لابسة لون احمر مع طبعا عمرو دياب وبترقص بمنتهى، ولا حاسه بسنها ولا باي حاجه. بس بجد هقول لحضراتكم حاجه، الناس دي كل ما بيكونوا في مقابر او مثلا في حاله وفاه بيخرجوا من الموضوع بسرعه. شفنا ده في وفاه عزه العلايلي قبل كده، راحوا رقصوا برده بيحاولوا يطلعوا نفسهم يحسسوا نفسهم ان مفيش موت، على الرغم ان الموت ده هو الحقيقه الوحيده اللي موجوده في الدنيا. يبقى ازاي قلنا خلاص وسكتنا على موضوع، على الرغم ان يسرى والهام شاهين كلهم محدش اعتذر لعائلة سمير غانم ولا قالوا ان احنا كان غصب عننا، على الرغم ان هالة صدقي نازلة مخصوص ليه، بس ما راحتش على فكرة يا جماعة، وكمان ما راحتش حفل عيد ميلاد راغب علامة اللي كلهم كانوا موجودين فيه وقدوا بتصريحات، على الرغم انهم عارفين حالة دلال عبد العزيز. يا جماعة حالة دلال عبد العزيز خطيرة جدا جدا، لحد الان موجودة داخل العناية المركزة، بتعاني من ضيق شديد في التنفس، وكمان محطوطة على اجهزة التنفس الصناعي 24 ساعة بسبب انخفاض الاكسجين ل 12%، وكمان في حالة صعبة لحد الان ما تعرفش بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، وخايفين يقولوا لها لا يحصل لها انتكاسة كبيرة جدا، وعندها اعراض ما بعد كورونا، عندها تليف في الرئة، وكمان بتعاني من مشاكل في الكلى وفشل تنفسي حاد. تخيلوا كل الحاجات دي وكل المجموعة اللي امامكم في الصورة، ما حدش حتى راح اعتذر عن اللي عملوه قبل كده، او حتى راح زارها، او حتى واسى دنيا وامي. بصراحة الصديق بيبان وقت الشدة، كلهم كانوا بالامس موجودين، راحوا مخصوص عشان يحضروا عيد ميلاد راغب علامة. هو موجود في مصر بالمناسبة، يعني هو مش في لبنان ولا حاجة، هو موجود هنا، راحوا كلهم يحضروا حفل عيد الميلاد، وكلهم كانوا مبسوطين وبيرقصوا. منهم تصريحات قالت ما كلنا هنموت، الموت ده لينا جميعا، هم حدش اخر ولا اول اللي مات. طبعا مش هيقدروا يقولوا الجملة دي صريحة على سمير غانم عشان نكون واضحين، ولكن هم كانوا بيقصدوا بالمعنى الحرفي بمعنى كده، خصوصا ان يسرى راحت فضلت. طبعا كان ممكن اجيب لحضراتكم الفيديو اللي هم كانوا بيعملوا يرقصوا فيه، ولكن للأسف في الفيديو كله خمر وكله حاجات يعني وحشة جدا مسيئة جدا بصراحة، انا محبش ان انا احطها كلها بالمناظر دي. انا حاولت اجيب بعض بس الصور اللي هم اتصوروها، يسرى وهي بتقول انا اجي لراغب علامة على عيني، ده حبيبي وحبيب الدنيا كلها، ويسرى بحس ان جوزها ده شغال عادي، يعني الدنيا عنده فكة مش فيه مشكلة ان مراته عمالة
بس على فكرة يا جماعة عادي، ما هو يسرا بتمثل كل حاجة، وشفنا مسلسلاتها أفلامها مع عادل إمام وغيره، بس بصراحة كان الموضوع أوفر جدا وزايد جدا منها، ومش هي بس، وإلهام شاهين وإيناس الدغيدي وليلى علوي مجموعة هم نفسهم، لكنها فعلا مقصودة إنهم يجمعوا بعض ويروحوا مرة تانية، لأن نفس المجموعة اللي راحت حفل الزفاف في نفس يوم الجنازة هم نفس المجموعة اللي كانوا موجودين في عيد ميلاد راغب علامة. بجد وسط وحش جدا، وناس ما بتحسش ببعضها، وفعلا اللي ما بيحسش ما تحس ان عنده خلل في جسمه، ان هو ازاي شايفين دنيا وإيمي عمالين يطلبوا الدعاء للفنانة الجميلة. طبعا دلال عبد العزيز هالة صدقي ما بتسيبهمش ولا لحظة، كان ممكن كمان على فكرة تروح حفل الزفاف لانها صديقة طبعا إلهام شاهين وليلى علوي، صديقتهم يعني عارفين بعض، ودايما كانوا بيكونوا موجودين في مناسبات كتير. وبعدين كمان هالة صدقي عندها مشاكلها كتيرة جدا مع زوجها، طلبها في بيت الطاعة، حاجات زي كده، مشاكلها في الطلاق، فالله يكون في عونها برضو. انما يبقى احنا عندنا حاجة زي كده في الوسط الفني، خلاص المرحوم سمير غانم ربنا يرحمه ويغفر له وتوفى، لكن في دلوقتي حالة صعبة جدا، وهي بنات سمير غانم اللي 24 ساعة موجودين في المستشفى مع والدتهم، اللي بجد في أقاويل كتيرة انها توفت اكلينيكيا او في صدمة وانهيار عصبي بعد معرفتها بوفاة سمير غانم. طبعا ناس كتير اللي هي بناتها بينكروا الموضوع انها معرفتش، ولكن الطب النفسي تدخل وقال لازم باسرع وقت يقولوا لها ان هو توفى، علشان ما تتهمش البنات بالخيانة وبالكذب، وانهم خبوا عليها حاجة كبيرة كان ممكن تكون موجودة فيها. بس هم برضو يا جماعة عليهم عذرهم، هم خبوا عليها خوفا على صحتها. دلال عبد العزيز وسمير غانم كانوا توأم، ما كانوش مجرد ازواج، كانوا فعلا بينهم علاقة روحانية شديدة جدا، فاكيد هي لو عرفت كانت هتتأثر جدا بوفاة زوجها سمير غانم. ربنا يرحمه طبعا ويغفر له ويقوم دلال عبد العزيز من الموضوع الصعب. ان شاء الله احتمال كبير تخرج خلال 48 ساعة لو الوضع بدأ يتحسن، هو بيتحسن ولكن تحسن بسيط وغير ملحوظ يعني بكثرة، لو اتحسنت هتخرج ان شاء الله. تخيلوا ان شاء الله لما ترجع وتفوق بإذن الله، طبعا هيكون نظرتهم ليها ايه، هيكونوا شايفينها ازاي، او هي هتشوفهم ازاي. بجد هي هتحس انهم اندال جدا وبتوع مصلحتهم، ودايما بيدوروا على الحاجة اللي ممكن يجي لهم مصلحة بيعيشوا منها يومهم وخلاص. بس لكل اجل كتاب، وهي دي الحياة، ولازم نواسي بعض، لازم نقف في ظهر بعض خصوصا في وقت الشدة، لان هو ده الوقت اللي ممكن اكون محتاجالك فيه. طبعا دنيا وإيمي مش في ايديهم اي حاجة يعملوها غير يطلبوا الدعاء لوالدتهم، واحنا كمان بنطلب لها الدعاء. الفنانة الجميلة المحترمة دلال عبد العزيز ربنا يرجعها لبناتها بألف سلامة، بتمنى من حضراتكم تدعوا لها وإن شاء الله ترجع بيتها قريب. وبنقول ليسرى وإلهام شاهين كل واحد ليه يوم، وأكيد لما هيوصل لكم يوم زي كده المعاملة هتكون بالمثل من بنات سمير غانم، لأنكم تستحقوا ذلك. شكرا جزيلا لو وصلتوا معايا للنقطة دي في الفيديو، أنا بشكركم شكر خاص. لو سمحتوا ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك لو تكرمتم. شكرا، وأسفة لو طولت. سلام عليكم.